السير كانت منازل طسم وجديس اليمامة، وكانت تدعى جوا وما حولها إلى البحرين، ومنازل عاد الأولى الأحقاف، وهو الرمل ما بين عمان إلى الشحر إلى حضرموت إلى عدن أبين، وكانت منازل عبيل يثرب، ومنازل أميم برمل عالج وهي أرض وبار، ومساكن جرهما بتهائم اليمن، ثم لحقوا بمكة ونزلوا على إسماعيل عليه السلام فنشأ معهم وتزوج منهم، وكانت منازل العماليق موضع صنعاء اليوم، ثم خرجوا فنزلوا حول مكة، ولحقت طائفة منهم بالشام وبمصر، وتفرقت طائفة منهم في جزيرة العرب إلى العراق والبحرين إلى عمان، وقيل إن فراعنة مصر كانوا من العماليق، كان منهم فرعون إبراهيم عليه السلام، واسمه سنان بن علوان، وفرعون يوسف عليه السلام، واسمه الريان بن الوليد، وفرعون موسى عليه السلام، واسمه الوليد بن مصعب، وكان ملك الحجاز رجلا من العماليق يقال له الأرقم، وكان الضحاك المعروف عند العجم بيوراسف من العماليق، غلب على ملك العجم بالعراق، وهو فيما بين موسى وداود عليه السلام، وكان منزله بقرية يقال لها ترس، ويقال إن طسما وجديسا هما من ولد الأزد بن إرم ابن داود بن سام بن نوح عليه السلام، أقاموا باليمامة وهي كانت تسمى جوا والقرية، وكثروا بها وربلوا حتى ملك عليهم ملك من طسم يقال له عمليق بن هباش ابن هيلس ابن ملادس ابن هركوس ابن طسم، وكان جبارا ظلوما غشوما، وكانت اليمامة أحسن بلاد الله أرضا وأكثرها خيرا وشجرا ونخلا. قالوا: وتنازع رجل يقال له قابس وامرأته هزيلة جديسيان في مولود لهما، أراد أبوه أخذه فأبت أمه، فارتفعا إلى الملك عمليق، فقالت المرأة: أيها الملك، هذا ابني حملته تسعا ووضعته رفعا وأرضعته شبعا ولم أنل منه نفعا، حتى إذا تمت أوصاله واستوفى فصاله أراد بعلي أن يأخذه كرها ويتركني ولها. فقال الرجل: أيها الملك، أعطيتها المهر كاملة ولم أصب منه طائلة إلا ولدا خاملة، فافعل ما كنت فاعلة، على أنني حملته قبل أن تحمله وكفلت أمه قبل أن تكفله. فقالت: أيها الملك، حمله خفا وحملته ثقلا، ووضعه شهوة ووضعته كرها. فلما رأى عمليق متانة حجتهما تحير فلم يدري بما يحكم، فأمر بالغلام أن يقبض منهما وأن يجعل في غلمانه، وقال للمرأة: أبغه ولدا واجزه صفدا ولا تنكحي بعد أحدا. فقالت: أما النكاح فبمهر، وأما السفاح فبالقهر، وما لي فيهما من أمر. فأمر عمليق بالزوج والمرأة أن يباعا، ويرد على زوجها خمس ثمنها، ويرد على المرأة عشر ثمن زوجها، فاسترقا. فقالت هزيلة: أتينا أخا طسم ليحكم بيننا، فأنفذ حكما في هزيلة ظالما، لعمري لقد حكمت لا متورعا، ولا كنت في من يبرم الحكم عالما، ندمت ولم أندم وأنا بعترتي، وأصبح بعلي في الحكومة نادما. فبلغت أبياتها إلى عمليق فأمر ألا تزوج بكر من جديس حتى تدخل عليه فيكون هو الذي يفترعها قبل زوجها، فنقوا من ذلك ذلا، حتى تزوجت امرأة من جديس يقال لها عفيرة بنت غفار أخت سيد جديس أي الأسود بن غفار، وكان جلدا فاتكا، فلما كانت ليلة الإهداء خرجت والبنات حولها لتحمل إلى عمليق وهن يضربن بمعازفهن، ثم أدخلت على عمليق فافترعها، فخرجت وقد تقاصرت عليها نفسها، فشقت ثوبها من خلفها ودماؤها تسيل على قدميها، فمرت بأخيها وهو في جمع من قومه وهي تبكي وتقول: لا أحد أذل من جديسي، أهكذا يفعل بالعروس؟ فأغضب ذلك أخاها فأخذ بيدها ورفعها إلى نادي قومه وهي تقول: أيجمل أن يؤتى إلى فتياتكم
وأنتم رجال فيكم عدد الرمل، أيجمل تمشي في الدماء فتاتكم صبيحة زفت في العشاء إلى بعلي؟ فإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه فكونوا نساء لا تغب من الكحل، ودونكم ثوب العروس فإنما خلقتم لأثواب العروس وللغسل. فلو أننا كنا رجالا وكنتم نساء لكنا لا نقر على الذل، فموتوا كراما أو أميتوا عدوكم، وكونوا كنار شب بالحطب الجزل، وإلا فخلوا بطنها وتحملوا إلى بلد قفر وهزل من الهزل. فلا الموت خير من مقام على أذى، ولا الهزل خير من مقام على فكر، فدبوا إليهم بالصوارم والقنا، وكل حسام محدث العهد بالصقل. ولا تجزعوا للحرب قومي فإنما يقوم رجال للرجال على رجلي، فيهلك فيها كل وغل مواكلي، ويسلم فيها ذو الجلادة والفضل. فلما سمعت جديس منها ذلك امتلأوا غضبا ونكسوا حياء وخجلا. وكان أخوها ابن غفار سيدهم، فلما رأى ذلك من حال القوم قال أطيعوني وإلا قتلت نفسي. قال اكتب إلى الملك إني قد زوجت أختي فليحضر الملك وجميع أهله إلى طعامي، فإذا أتوكم قام كل واحد منكم على رأس رجل منهم وقد دفن سلاحه تحت رجله، فإذا قرب الطعام فليقتل كل رجل منكم من يليه. فقتلوا جميعا إلا رجلا يقال له رياح بن مرة، فإنه أفلت منهم واستصحب كلبة له وأخذ جريدة من جرائد نخلهم فطلاها بالطين، ثم توجه حتى لحق بتبع، قيل أسعد تبان ابن كوليكرب ابن تبعين الأكبر ابن الأقرن ابن شمر يرعش ابن أفريقس، وقيل بل لحق بحسان ابن تبعين الحميري وكان بنجران. فأتى حسان ابن تبعين مذعورا فقال له ما وراءك؟ قال أتيتك من عند قوم كنا ملوكهم وسادتهم وقد وثبوا علينا ظلما، وذكر القصة، وفيهم زروع ومواش وتبر وورق ومسك وعنبر وجميع آلة الدنيا، وفيهم امرأة يقال لها عنز تغذى بالزبد والشهد والمخ كأنها القمر ليلة البدر. فلما سمع ذلك حسان دعا قومه وأسمعهم كلام رياح، فقالوا ما لنا ولأمة قتلت أختها، ليس بيننا وبينهم حرب، على أن بلدهم شاسع ومسلكهم بعيد. قال الملك أرأيتم إن ظلم أخ أخاه أليس يجب على الملك أن ينصره؟ قالوا بلى. قال لهم رياح كيف يكون بلدي شاسعا وهذه جريدة من نخلها رطبة؟ فلو كان بعيدا يبست، وهذه كلبتي قد تبعتني عرجاء وكان قد ضربها عند دخوله فعرجت. فلم يزل بهم حسان حتى أجابوه إلى المسير. قال فسار تبع في جيوشه حتى قرب من جو، فلما كان على مقدار ليلة منها وفي رواية أخرى ثلاث ليال عند جبل هناك، قال رياح التصمي توقف أيها الملك، فإن لي أختا متزوجة في جديس يقال لها يمامة، وهي أبصر خلق الله على بعد، فإنها ترى الشخص من مسيرة يوم وليلة، وإني أخاف أن ترانا وتنذر بنا القوم. فأقام تبع في ذلك الجبل وأمر رجلا أن يصعد الجبل فينظر ماذا يرى، فلما صعد الجبل دخل في رجله شوكة فأكب على رجله يستخرجها، فأبصرته اليمامة وكانت زرقاء العين، فقالت يا قوم إني أرى على الجبل الفلاني رجلا وما أظنه إلا عينا فاحذروه. فقالوا لها ما يصنع؟ فقالت إما يخصف نعلا أو ينهش كتفا، فكذبوها. ثم إن رياحا قال للملك مر أصحابك ليقطعوا من الشجر أغصانا ويستتروا بها ليشبهوا على اليمامة وليسيروا كذلك ليلا. فقال تبع أو في الليل تبصر مثل النهار؟ قال نعم أيها الملك بصرها بالليل أنفذ. فأمر تبع أصحابه بذلك فقطعوا الشجر وأخذ كل رجل بيده غصنا، حتى إذا دنوا من اليمامة ليلا نظرت اليمامة فقالت يا آل جديس سارت إليكم الشجراء أو جاءتكم أوائل خيل حمير.
فكذبوها فصبحتهم حمير، فهرب الأسود بن غفار في نفر من قومه ومعه أخته، فلحق بجبل طي فنزل هناك، فيقال إن له هناك بقية. وفي شرح هذه القصة يقول الأعشى: كوني كمثل التي إذ غاب وافدها أهدت له من بعيد نظرة جزعا، ولا تكوني كمن لا يرتجي أوبة لذي اغتراب ولا يرجو له رجعا، ما نظرت ذات أشفار كنظرتها حقا كما صدق الذئبي إذ سجعا، إذ نظرت نظرة ليست بكاذبة، إذ يرفع الآل رأس الكلب فارتفعا، وقلبت مقلة ليست بمقرفة، إنسان عين ومؤقا لم يكن قمعا. قالت: أرى رجلا في كفه كتف، أو يخصف النعل لهفي أية صنعا، فكذبوها بما قالت فصبحهم ذو آل حسان يزجي الموت والشرعا، فاستنزلوا أهل جو من مساكنهم وهدموا شاخص البنيان فاتضعا. وفتح تبع حصون اليمامة وامتنع عليه الحصن الذي كانت فيه زرقاء اليمامة، فصابره تبع حتى افتتحه وقبض على زرقاء اليمامة وعلى صاحب الحصن، ثم قال لليمامة: ماذا رأيت وكيف أنذرت قومك بنا؟ فقالت: رأيت رجلا عليه مسح أسود وهو ينكب على شيء، فأخبرتهم أنه ينهش كتفا أو يخصف نعلا. فقال تبع للرجل: ماذا صنعت حين صعدت الجبل؟ فقال: انقطع شراك نعلي ودخلت شوكة في رجلي، فعالجت إصلاحها بفمي وعالجت نعلي بيدي. قال: فأمر تبع بقلع عينيها وقال: أحب أن أرى الذي أرى لها هذا النظر. فلما قلع عينيها وجد عروقهما كلها محشوة بالإثمد. قالوا: وكان قال لها: أنى لك حدة البصر هذه؟ قالت: إني كنت آخذ حجرا أسود فأدقه وأكتحل به، فكان يقوي بصري، فيقال إنها أول من اكتحل بالإثمد من العرب. قالوا: ولما قلع عينيها أمر بصلبها على باب جو وأن تسمى باسمها، فسميت باسمها إلى الآن. وقال تبع يذكر ذلك: وسميت جوا باليمامة بعدما تركت عيونا باليمامة هملا، نزعت بها عيني فتاة بصيرة رغاما ولم أحفل بذلك محفلا، تركت جديسا كالحصيد مطرحا، وسقت نساء القوم سوقا معجلا، أدنت جديسا دين طسم بفعلها، ولم أك لولا فعلها ذاك أفعلا، وقلت: خذيها يا جديس بأختها، وأنت لعمري كنت للظلم أولا، فلا تدعى جو ما بقيت باسمها، ولكنها تدعى اليمامة مقبلا. وأخذت عنز سبية فحملوها في هودج وألطفوها بالقول والفعل، فعند ذلك قالت: شر يوميها وأغواه لها، تقول: شر أيامي حين صرت أكرم للسباء. فأصبح قولها مثلا يضرب في إحسان البر باللسان والفعل لمن يراد به الغوائل. قالوا: وخربت اليمامة من يومئذ، لأن تبعا قتل أهلها وسبى أولادهم ونساءهم وسار عنها ولم يخلف بها أحدا، فلم تزل على ذلك حتى جاءها عبيد بن ثعلبة بن يربوع ابن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة. وقد قال النابغة في زرقاء اليمامة يخاطب النعمان: واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد، يحفه جانب نيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد، قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم ينقص ولم يزد. والقصة التي يرويها هي ما يقال أن زرقاء اليمامة نظرت إلى سرب من حمام طائر فيه 66 حمامة وعندها حمامة واحدة، فقالت: ليت الحمام ليه إلى حمامتيه ونصفه قديه تم الحمام ميه.
ذكر الأستاذ فهد بن سعد بن ثلاب السبيعي في مقاله الشيق جداً إرم ذات العماد أن نتائج تحليلات الكربون المشع لبقايا الحيوانات والفحم من جدران هذه المباني يعود إلى 2800 سنة من الوقت الحالي، مما يؤكد أنها لأحفاد قوم عاد وهم قوم جديس. فقد ذكرت المصادر القديمة أن جديساً حي من عاد وقد سكنت في مساكن أسلافهم من القبيلة الأم. جاء في تهذيب اللواتر الأزهري قال الليث: جديس حي من عرب عاد الأولى، وهم إخوة طسم، وكانت منازلهم اليمامة. وحسب ما نقل فريق الصحراء في موقعهم عن نقش بالخط المسند، وهو خط حمير وأهل اليمن الأقدمين، عثر عليه في قرية العرافة من ضواحي ظفار اليمن، وكاتب النقش يعدد حملات على وسط نجد، ولا يعرف من هو الملك الذي كتب له هذا النقش، ولكنه للأسف بحالة سيئة، وكثير من كلماته متكسرة، وهذه ترجمة له. يذكر فريق الصحراء معلقا على النقش أن هذا النقش الذي اكتشف في ظفار عاصمة حمير مهم رغم عدم اكتماله، وهو يؤيد ما سبق من تدخلات ملوك حمير في نجد، كما يلاحظ أن الغنائم أرسلت إلى جو، وهذا يدل أنها كانت أهم بلدات نجد، وأنه من المحتمل أنها خضعت للحكم اليمني بعد إخضاعها في القرن الرابع، ولعل هذا يتوافق مع قصة زرقاء اليمامة في ذاكرة العرب. انتهى كلامه. وقد تحريت في هذا المقطع الدقة في رسم الأحداث والمواضع كما نقلت في الكتب كما يلي: هذا هو القصر العادي، وهو قصر قديم بالأفلاج ينسب إلى قبيلة عاد فيسمى القصر العادي، وقد ذكره الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب فيقول: القصر العادي من عهد طسم وجديس. قصيرات عاد، وهي قصور أثرية يقال أنها البتيل، والتي ذكرها الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب حيث قال: وهي حصون طسم وجديس، وفيها آثارهم وحصونهم وبتولهم، الواحد بتيل، وهو هن مربع مثل الصومعة، مستطيل في السماء من طين. قال أبو مالك: لحقت منها بناء طوله 200 ذراع في السماء. وقال: وقيل كان منها ما طوله 500 ذراع، من أحدها نظرت زرقاء اليمامة إلى من نزل من جوجان من رأس الدام مسيرة يومين وليلتين. وقوله طول الحصن 200 ذراع يعني يساوي تقريبا 99 مترا، وقوله 500 ذراع تساوي تقريبا 47.2 متر. وللتقريب فإن طول برج الفيصلية في الرياض يساوي 67.2 متر، وقوله مسيرة يومين وليلتين فتساوي تقريبا 62.1 كيلومتر إلى 76.1 كيلومتر. وعرض الجدار في قصيرات عاد 3 أمتار. ولاحظوا في الصورة ضخامة القاعدة وتناقص عرض البناء كلما ارتفع، مما يدل على أنها أطول مما هي عليه الآن، إلا أن الرمال غطت أكثرها. جميع المصادر تجدونها في الرابط في صندوق الوصف. لا تنسوا الاشتراك ومشاركة المقطع إن أعجبكم. الآن خلونا نروح نشوف الآثار المتبقية هذه. والآن وصلنا إلى واحد من هذه القصيرات أو هذه القصور الشامخة اللي تسمى قصيرات عاد، بين هذه الأكوام اللي تعد بالعشرات ربما بالمئات. شوفوا شلون القصر الآن، هذا المربع القوي جدا جدا جدا. الآن هذه تعتقدون أنه باب، هذه ربما نافذة، لأنه شوفوا الركام من تحت إلى فوق. لكن خلونا نقرب، تعال تعال شف، شوفوا شلون بدينا نرقى على التل، بدينا نرقى على التل، التل المن يعني اللي منهدم من آلاف السنين على الأرض. انظروا، أنتم شفتوا الآن هذا التل المنهدم، تعالوا شوفوا
شوفوا شلون عرض الجدار. شوفوا يا جماعة عرض الجدار. هذا الجدار هذا وهو الآن انظروا من هنا إلى نهايته يتجاوز 3 أمتار. تجاوز 3 أمتار. لكن اكتشفت شيء مهم بهذه النوافذ. بجميع القصيرات هذه وجدت كل نافذة في اللي صنع هذا الطوب يضع بصمة يده، يضع بصمة يده. شوفوا طبعات اليد، هذه طبعة. شوفوا هذا لبن، هذا لبن، لبن بلوك. اللي بنى علشان اللي يطل يرى طبعة اليد، هذه طبعة يد، وهذيك طبعة يد، وهذيك طبعة يد. شوفوا الجدار 3 أمتار، كل لبنة، كل نافذة، شوفوا كل نافذة نجد طبعة اليد. إذن قصيرات عاد مبنية من بلوك طيني جبسي وحصوي قوي جدا.